السلام عليكم الزلفلون بردنا الايجابي على دعوه رئيس سيد عبد المجيد تبون يؤكد الأفافاس بانه وفي لمبادئه التاسيسيه المتمثله في الحوار البناء والمعارضه المسؤوله حيث لا يفو يفوت اي فرصه تتاح للتعبير عن تمسكه بمشروع البناء الوطني على اسس الديمقراطيه والمشاركه الفعليه لكل فعاليات المجتمع في الافافاس اكدنا مرارا تمسكنا بالمشروع الوطني الديمقراطي وبمقترحاته للخروج من الازمه ولهذا عبر هذا اللقاء استعرضنا ثلاث نقاط اساسيه طلبنا اولا من السيد الرئيس المزيد من التوضيحات حول ارادته السياسيه بخصوص اطار الحوار الوطني لتعزيز الجبهه الداخليه مشددين على انه على انه اي مبادرة جادة من هذا النوع يجب ان تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد احزابا كانت نقابات او جمعيات ووسائل اعمال أو اعلام النشاط والمشاركة بكل بكل حرية وهذا لهدف تكريس التغيير السلمي والديمقراطي السلس لنظام الحكم. ثانيا ذكرنا خلال هذه المحادثات بمشاريع ومبادرات الحزب بخصوص اجماع وطني على اساس حوار شامل يحل بشكل فعلي الازمه المتعدده الابعاد التي تعيشها بلادنا سواء على الصعيد السياسي او على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. جددنا التذكير ايضا في هذا الصدد بتمسكنا بالطابع الاجتماعي للدوله وعبرنا عن قلقنا حول إصلاح نظام الدعم في وقت في وقت يواجه الشعب انفجار التضخم وتآكل غير مسبوق للقدرة الشرائية وطلبنا في هذا الصدد بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة تصون كرامة الجزائريات والجزائريين وترفع من مستواهم المعيش طلبنا باحترام بعض الشروط المسبقة قبل الشروع في أي حوار من أجل منح ضمانات وإشارات حسنية نيه للشركاء السياسيين والاجتماعيين وخاصه طمانه مواطنينا باطلاق سراح ودون شروط مسبقه لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بدءا من محمد بابا جار وصولا الى اسماعيل شعلال رئيس بلديه اصفون وايضا الغاء كل الترسان القانونيه القمعيه لا سيما اللجوء بطريقه تعسفيه لاجراء الحبس المؤقت وايضا وايضا وكذلك رفع كل القيود المفروضه علي الاحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الاعلام التي تمنعها من اداء دورها المتمثل في المشاركه في بناء المجتمع ايضا تبادلنا وجهات النظر مع السيد الرئيس حول الوضعيه الوضعيه الدوليه والاقليميه اين راينا ان هناك يعني وجهات وجهات نظر مماثله وقلنا انها اليوم يجب على يجب على الجزائريين والجزائريات وعلى السلطه ان ان تبادر بتفعيل بتفعيل يعني دي ميكانيزم لكي لكي تعيد الثقه للجزائريات والجزائريين ليشاركوا في مسار البناء الوطني ولكي يتصدوا لكل المخاطر التي تحدق بالبلاد وشكرا